مع بعض تقرير. هذا التقرير عن كتاب تم توزيعه قبل بداية الحفل الأسطوري، تعالوا نتابع. عندما تلتقي العراقة والتاريخ مع الأناقة والجمال، عندما تشهد أقدم مدينة في العالم احتفال واحدة من أكبر دور الأزياء في العالم، تكون النتيجة احتفال تاريخي لا ينسى، يعلق بالذاكرة ويبقى عبقه على مر الزمان. وهنأ النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب صديقه ستيفانو ريتشي الذي احتفل بمرور 50 عاما على إنشاء شركته دار أزياء ريتشي، ووصفه بأنه عاشق للجمال ويقدر كل ما هو جميل أنيق، ويقدس التراث الإنساني وعبق التاريخ الموجود في مصر الفرعونية. وقال النائب محمد أبو العنين في مقاله: اختيار ستيفانو ريتشي لمدينة الأقصر العالمية لكي يحتفل فيها بمرور 50 عاما من التألق والإبداع في حدث تاريخي لأول مرة هو اختيار يدل على أنه رجل ذكي ومثقف ويعرف قيمة الأشياء وقيمة الحضارة، وأعتقد أن الفكرة ستكون إلهاما وبداية للآخرين ليتبعوا نفس الطريق. أما الكاتبة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير جريدة الأخبار، فوصفت في مقالها الذي جاء بعنوان سر ستيفانو ريتشي بالكتاب الذي أصدرته دار الأزياء المصمم العالمي ريتشي بأنه العاشق المتشبع بالتقاليد والعادات المصرية، ولفتت إلى أن معبد الأقصر شهد إقبالا متزايدا بعد الحفل الذي أقامه
ستيفانو ريتشي هناك، وحضره الكثير من الشخصيات العالمية وأثرياء العالم، إلى جانب النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب صاحب فكرة إقامة هذا الحفل. وتابعت أبو الفتح: ولأنه يعشق الأصالة والفخامة فقد اختار ريتشي الأقصر للمرة الثانية، واختار مصر التي شهدت في السبع سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا، كأنه أعادنا إلى عصر الفراعنة، عصر البناء والحضارة والتشييد والفن الراقي، خاصة مدينة الأقصر التي أصبحت واحدة من أجمل المدن بعد أن أعاد لها الرئيس السيسي جمالها وبهائها وعراقتها.